شكرا إيمان، تحياتي لك ولكل مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولتنا الاقتصادية. في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات في دبي انتعاشا ملحوظا، خاصة في أعقاب فوز الإمارة بتنظيم إكسبو 2020، يحذر خبراء العقارات من احتمال مواجهة دبي لفقاعة اقتصادية جديدة في ظل القفزات السعرية الهائلة التي يشهدها سوق العقارات في الإمارة. المزيد في التقرير التالي نتابع. أثار الارتفاع السريع في أسعار العقارات بدبي مؤخرا قلق الخبراء والمراقبين الذين حذروا من احتمال مواجهة دبي لفقاعة اقتصادية جديدة بعد أن قفزت أسعار العقارات فيها إلى أكثر من 22% والإيجارات بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي. قلق ينبع أيضا من احتمال أن تضطر الإمارة للتدخل في سوقها العقارية مرة أخرى للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد ديونها منذ 4 سنوات. بالغوا في زيادة الأسعار، ولكن هذا لا يعني أنه هناك الطلب على هذه الأسعار. هي الأسعار زادت ولكن لا تتم الترانزاكشنز أو المبايعات نظرا للمبالغة في السعر. المتوقع بحسب هذا التقرير أو هذا الخبير أنه هذه الصدمة سوف تستمر بعض أشهر، ولكن سوف تعود أسعار المبالغ فيها إلى وضع طبيعي يعني. التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق العقارية بدبي دفعت المستثمرين إلى الخروج عن صمتهم للاستفادة من الفرص المغرية التي توفرت مؤخرا، فسرعوا لاسترداد مواقعهم الاستثمارية بين أطراف معادلة التطوير والعمل والأخذ بالمستجدات العالمية بإيجابية رغم التفاؤل الحذر مستقبلا. توقعاتي في الفترة المقبلة أنه اللي رح ينخفض هي نسب الزيادة وليس الأسعار نفسها، نظرا لأنه الطلب حقيقي. موضوع المبالغة في الأسعار هذا موجود في بعض العقارات وليس في السوق بصفة عامة. رغم أجواء الترقب التي هيمنت على أسواق العقارات الإماراتية قبيل إعلان فوز دبي بشرف استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي أواخر العام الماضي، ورغم ارتفاع أسعار العقارات في أعقاب هذا الإعلان بصورة كبيرة وسريعة، إلا أن الخبراء مع ذلك يتوقعون أن لا يكون لهذا الفوز سوى تأثير محدود على السوق العقارية في الإمارة خلال العام الحالي 2014. من جهته أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة توخي الحذر لتفادي المخاطر بالنسبة للشركات المرتبطة بالحكومة وبالنظام المصرفي في حال تجددت التقلبات في أسواق المال العالمية التي ستؤثر وبلا شك على القطاع العقاري بالإمارة، خاصة بعد إعلانها لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يتطلب سياسات اقتصادية حصفة لتفادي انفجار فقاعات جديدة في عاصمة المال والأعمال دبي. إذن مشاهدينا، في ظل الزخم الذي يشهده سوق العقارات في دبي وعودتها لاستقطاب الاستثمارات، تبرز أهمية معرفة الخطوات الواجب توفرها للحفاظ على استدامة مسار النمو الصحيح. إذن عن تلك المخاوف ينضم إلينا في استوديو اليوم نضال سعود، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة هايلاند للعقارات. أهلا وسهلا بك معنا سيد نضال. طيب، تابعنا التقرير، ربما ألقينا نظرة عن سوق العقارات في الإمارة. في الفترة الأخيرة يكثر الحديث عن القفزات السعرية والارتفاعات الملحوظة في السوق العقارية، خلينا نتعرف نوعا ما عن أهم الأسباب. أسباب ارتفاع العقار بدبي معروف، زيادة الثقة باقتصاد الإمارات وتدفق الأموال من الخارج بالفترة الأخيرة، وبسبب أنه كانت الأسعار بعضها رخيصة بعضها اليوم مغري للمستثمرين بأنه يستثمروا بالسوق، وبسبب اليوم المعروض كان بعضه أقل من الفترة الماضية، بقيت 3 سنين إطلاق المشاريع الجديدة متوقف لمدة أكثر من 3 سنين، اللي خلى المعروض أقل من الفترة الماضية، مما خلى الأسعار تزيد ويصير الطلب أكثر من العرض بالسوق. طيب نضال، في الأزمة السابقة كنت ربما أول خبير من تنبأ بحدوث أزمة عقارية في دبي، اليوم في خبراء يقولون أنه في احتمال مواجهة دبي لأزمة أو فقاعة عقارية أخرى، هل توافق هذا الرأي أم ما يحدث الآن هو ربما يدخل ضمن المعدلات الطبيعية لأي سوق عقارية؟ ليس من الضروري أنه كل ما تطلع الأسعار اليوم أنه يكون في فقاعة. اليوم طلعت الأسعار بال2005 وطلعت بال2006 و2007، مش بالضرورة اليوم كل ما تطلع الأسعار تطلع خبرية بالسوق أنه لا في فقاعة بالسوق. ما في فقاعة بالسوق، بس السوق اليوم اختلف تماما عن سنة ما قبل 2008. السوق يعني الوضع آمن؟ الوضع آمن، هذا ما بيعني أنه السوق اليوم فينا نتكلم عن كل المشاريع عن كل المناطق. اليوم السوق selective market،
غير عن قبل. قبل 2008 كان شو ما تستثمر بالسوق بتحصلي بريميوم، بتحصلي ربح على على الاستثمار. اليوم لازم تعرفي باي منطقه لازم تستثمري، لانه في مناطق اوفر برايسد، في مناطق بعدها اندر برايسد. اليوم كل منطقه صار ماتشور ماركت، كل منطقه اليوم حتاخذ حجمها، في مناطق حتطلع اسعارها، في مناطق حتضل اسعارها مثل ما هي، في مناطق حتى بدها تنزل الاسعار. طيب. حنشوف بعد فتره طويله، يعني على المدى الطويل حنشوف اسعار عقارات 10 اضعاف عقارات ثانيه. طيب شو سبب ربما هذا القلق؟ يعني إذا تابعنا السوق، يعني غياب المضاربة، غياب كثير من الأشياء اللي كانت تتسبب في الارتفاعات الواضحة. اليوم أصحاب العقارات اللي تملكوا اليوم دافعين كاش، اليوم فول بيمنت، غير عن قبل كانوا يدفعوا 10%. المتمولين قليلين جدا، لأن تعرفي أملاك اليوم ما بتمول كانت لفترة طويلة. بالفعل. فالمتمولين ما كان في اليوم تمويل كثير بالسوق، فما في بانيك بالسوق. المستثمرين ما غير متخوفين مثل قبل 2008، بس دائما راس المال جبان، دائما بيتخوف السوق، دائما بعد كل صعود الناس ترجع تتكلم عن الموضوع. بالفعل. بس برجع بقول في مناطق اليوم تعتبر اوفر برايس، وفي مناطق فيها فرصه استثماريه مغريه جدا. بالفعل. طيب خلينا نحكي ربما عن هيئات التنظيم العقاري، كيف يمكن أنها تسهم في تصحيح مسار الأسواق العقارية في حال قدر الله أنه صار توقعات الخبراء وصار في فقاعة اقتصادية أو عقارية؟ أنا مع زيادة الترانسفير في اللي حصل، اللي هو رسوم نقل الملكية اللي حصل من 2% ل4%، لأنه اللي عم يعملوا اللاند ديبارتمنت كل ما يتوقعوا أنه الأسعار رح تزيد عم يزيدوا الترانسفير في ليأخذوا اليوم نسبة من الزيادة بالأسعار. لأنه اليوم هاي تزيد من الوسائل اللي بيقدروا يتحكموا فيها من السوق، مثل وسائل المصرف المركزي بالنسبة للبنوك. فاليوم ممكن توصل النقل الملكية بالمستوى بعد يمكن سنتين أو ثلاث سنين، حتى ممكن توصل لأكثر من 6% و8% حسب صعود بالسوق. فبتوقع حتى اليوم بس توصل لل 6% و 8% بس يشوفوا في شوية جمود بالسوق ممكن يرجعوا ينزلوا الترانسفير فيه، فبيقدروا يتحكموا بالسوق أكثر من قبل. طيب ربما يعني فوز الإمارة بإكسبو كان له انعكاس إيجابي على السوق وزادت الأسعار وغير ذلك، كيف بتشوف الفترة المقبلة؟ يعني هل سيظل هذا التأثير أم أنا لا؟ برأيي بسبب إطلاق عدة مشاريع بالفترة الماضية حيتخف شوي السيولة بالسوق، حيخف الترانساكشنز، الفوليوم اوف ترانساكشن أو عدد الصفقات، بس الأسعار مش حتنزل. أسعار الوحدات التجارية بتوقع أنه تطلع أكثر بكثير من الأسعار الوحدات السكنية، خاصة موضوع أكسبو بيأثر على الوحدات التجارية أكثر من الوحدات السكنية. وبالدرجة الثانية كمان وحدات الشقق الفندقية كمان حيكون في عليها طلب أكثر، يكون في إقبال كبير. في إقبال كبير. طيب الآن بالأخير وباختصار، ما هي الخطوات اللي من أجل الحصول على مسار صحيح في سوق العقارات مستقبلا؟ مستقبلا يتحكموا اليوم بمواضيع الطلب والعرض اكثر من اليوم، لانه مش كل ما شفنا في بوزيتيف فايب بالماركت معناتها نطلع كل المشاريع بنفس الوقت، لازم يكون في تنظيم اكثر بموضوع العرض والطلب. بس بموضوع التنظيم العقاري اللي عم بيقدروا يعملوه اليوم هذا الماكسيموم بيقدروا يتحكموا فيه بالسوق، لانه اللي عم بيعملوه مثل دول ثانيه صار لها اكثر من 100 سنه السوق العقاري فيها. اليوم سوق دبي بعده سوق جديد، فاكثر من اليوم من موضوع ترانسفير فيه وتنظيم العقاري اللي بدل على اسمه اللي هو بس تنظيم العقار، اكثر من هيك ما بيقدروا يتحكموا بالسوق. اشكرك جزيل الشكر نضال السعود الخبير العقاري ورئيس مجلس اداره هايلاند للعقارات، شكرا لك على هذه التوضيحات. مشاهدينا ختام جولتنا الاقتصاديه.